أصدقائي، يعطيكم ربي ألف عافية. ما زلنا مستمرين في شرح كتاب Basic English Grammar، واليوم ننتقل إلى الأدفرب وهو الحال. الحال تعريفه هو is a word that describes a verb. إذن هذه نقطة مهمة جدا وهي جوهر الكلام. إذن الحال هو الذي يصف الفعل، الصفة هي التي تصف الاسم. هذه مهمة جدا انه كل طالب حتى في اللغة العربية، الحال يصف الفعل، تمام، بالمقابل الصفة تصف الاسم. جميل. اذا word هي كلمة that describes التي تقوم بوصف verb الحال. It tells about an action، اذا تتكلم عن شيء، حركة، في حركة، فعل حركي، or the way something is done. أو بالمقابل إن قد تصف هذه الكلمة أو الحال يصف شيء حركي، رقم واحد، أو تصف يعني كيف الشيء أو هذا أو قيام هذا الشيء، تمام، إنه كيف الشيء هذا فعل، تمام، or the way something is done، كيف يعني قيام هذا الشيء أو الشيء كيف إنه كان أو وصل إلى لهذا الشيء. خلينا نشرح الأمثلة عشان نفهم شو معنى اللي هي action وبأرضه قيام الشيء، كيف تتكون هذا الشيء، تمام. طيب، نقطة مهمة يقول لك a lot of adverbs، كثير من الحال في اللغة الإنجليزية دائما في الغالب تنتهي بالواي، تمام. طيب خلينا نعرف، يقولك the baby، شوف المثال، هذا الطفل نايم، يقولك the baby is sleeping soundly، تمام. sound صوت، soundly بصوت مزعج، بصوت عالي، تمام. فإذا وصفنا هذا، شوف الفعل sleeping، بعده وصف الحال بأنه صوته مزعج، تمام. بالمقابل هذا الأطفال يقول لك they laughed loudly، هم يضحكون بصوت مرتفع، تمام. فإذا وصفنا الفعل، وش الفعل؟ وصفناه أنه الضحك حقهم، تمام، صوته مرتفع، تمام. شوف في فرق بين الصفة وبين الحال، تمام. ولو نلاحظ الفرق بسيط جدا، انه في الغالب انه الصفة لما تكون منتهية نضيف لها الواي تتكون الى حال. beautiful جميل، beautifully بشكل جميلي او جمالي، تمام. bravely بشكل يعني في شجاعة، تمام. happily بشكل سعيد، سعادة. happily بشكل سعيد، تمام. slowly ببطء، بطيء، هنا بطيء. slowly ببطء، شيء بطيء يعني، تمام. sweetly بشكل حالي، حلوة وحلا، حالي، هنا sweetly. فتلاحظ في الغالب زي ما انتم شايفين انه غالبا الادفيربس تنتهي بحرف الواي، تمام. طيب نفس الكلام الكاتب هنا ذكر، يقول لك جرامر، هذه جرامر قاعدة تساعدك، انه many adverbs are made by adding ly to adjectives، انه كثير من الحال مصنوعة وتكون يعني فكرتها انه يعني من الصفة، تأخذ من الصفة sweet، اضفنا له فقط ly واقتلبت الى حال. طيب هنالك للحال هنالك نقطتين جوهريتين، جميل، نقطتين جوهريتين. يقول لك some adverbs describe the way something is done، they're called adverb of manners، تمام. يقول لك هذه الأشياء، تمام، هذه الأشياء describe تصف الأشياء التي فعلت، وهذه الأشياء التي فعلت نضعها تحت طاولة the adverbs of manner. طيب خلينا نفهم الفكرة.
هنا سائق فجأة وقف. ليش؟ لأن القط حاول أنه يعني يتجاوز. يقولك the driver braked suddenly بشكل مفاجئ. تمام؟ بشكل مفاجئ. The dog jumped up playfully. تمام؟ فتلاحظ أنه هذه الحال توضح لي شكل الفعل، كيف كان الفعل. يعني هذا الإنسان توقف فجأة. تمام؟ أيضا الإنسان هذا أو الفتاة أنه لابسة يعني أو مسوين يعني فاعل كل الإجراءات الاحتياطية safely بشكل يعني safely آمن. تمام؟ playfully يعني لعوب، يعني يقفز بشكل لعوب أو لاعب. فالفكرة هنا تلاحظ أنه هذه الأفعال أو هذه عفوا هذا الحال يؤخذ من الصفة وتكون جزءا من الصفة له فيها معنى. تمام؟ إذن هذه الفكرة الأول تسمى the adverbs of manner. تمام؟ نروح للنقطة الثانية. Some adverbs describes when something happens. They called adverb of time. هذه الأفعال أو هذا الحال يعني تكون لها معنى في أنه هذه الحال تحدث بشيء عندما يحدث شيء، يعني when something happens. هذه الحال تسمى adverbs of time. شو معنى الكلام؟ معنى لما تجيني كلمة can I do my work later، فتلاحظ later هنا هي حال now، حال تعبر عن زمن. just مجرد، often always sometimes early late again yesterday today tomorrow last day أو last year this year next year. فتلاحظ أنه كل شيء يعبر عن وقت أو زمن هو يعتبر حالا ويكون تحت موضوع adverb of time. روح النقطة الرابعة الثالثة. Some adverbs tell you where something happened. إنه بعض الحال تعبرك أين وقع أو أين أو يعني كيف كان الفعل أو متى كان الفعل. They are called adverb of a place. هذه الأفعال الحال عندما تحدث لما يقول إنسان upstairs. تمام؟ mom and my dad are watching television upstairs. فupstairs في الأعلى تعبر عن حالهم، تعبر عن الحال. downstairs تعبر عن مكان، inside في الداخل، outside في الخارج، here there away underground everywhere next door where. تمام؟ فهذه كلها تعبر عن adverb of place. إذن adverb تنقسم لثلاث أقسام. القسم الأول the adverb of manner تعبر عن يعني أخلاقية أو يعني ما هو الشيء هذا وكيف حدث. الإنسان لما يكون safety، الإنسان لما يجي فجأة شخص ويطلع عليه فنعبر عن فعله النهائي. تمام؟ النقطة الثانية adverb of time تعبر عن وقت، لما نتكلم في جملة ويقول now here sorry now tomorrow after five minutes، فكله تعبر عن وقت، فهذا هو حال. أيضا place upstairs downstairs downtown inside outside كلها تعبر عن مكان، فهذا برضو يعتبر حال. في الاكسرسايز يقول لك rewrite the following adjectives as adverb. تمام؟ عندي كلمة slow هذه تعتبر صفة، نضع له كيف نحولها إلى adjective، نضع له ly. جميل ly. أبغاكم تحلوا هذه الصفات، كلها تعتبر صفات، وضعوهم حال. وأيضا underline the adverbs in the following sentence. عندي أنا مثلا الجملة هذه the man يعني الجملة هذه قدامنا الآن. وين الصفة في عفوا هنا الصفة
عفوا هنا الفعل وهنا الحال، تمام، وهنا الاسم وهنا أداة the article. فأبغاكم تحلوا هذه، طبعا ما أبغى أنا أحد يعطيني الذي، أبغى بس الصفة الحال عفوا، أضع لي خط تحت الحال، هذا هو الحال. شكرا لكم، لا تنسوا المتابعة.